مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، حلقات اليوم خاصة بأهمية ومكانة القطاني في الدورة الزراعية. فكتعتبر القطنيات مصدر البروتينات بالنسبة للغذاء الإنساني وتربية المواشي، بحيث كتخلي أرض خصبة وكتنقص من نسبة الأمراض والأعشاب الضارة بالنسبة للمزروعات اللي كتبها في الدورة الزراعية. فالقطنيات كتساهم في تثبيت التربة في الأزوت اللي في الغلاف الجوي وفي الفوسفور القابل للذوبان، وكتساهم بشكل كبير في إغناء التربة من المواد الغذائية وزيادة في المحصول، وهذا كيقلل الحاجة للأسمدة المعدنية وكيقلل من خطر تلوث التربة والمياه. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فإذا دخلنا هذه الفلاحة في الدورة الزراعية كيمكن نقللو من خطر تأكل ديال التربة ونساعدوها تبقى في بلاصتها ونحسنو من التهوية ديالها وقدرتها على الاحتفاظ بالماء، وبالإضافة نحسنو من تنوع بيولوجي ديال التربة ونشاط ديال الجذور. فالقطنيات وخاصة منها الفول بالجذور ديالها الكثيرة والغارقة كيمكن ليها توصل المياه المخزونة في التربة، ويمكنها تحمل الجفاف بشكل أفضل من الفلاحات اللي الجذور ديالها سطحية مثل الحبوب وخاصة في المناطق البورية. وبالإضافة إلى ذلك كتساعد على الحد من الآفات والأمراض، خاصة من اللي كتستعملها كسماد أخضر أو كفلاحة بيئية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فبعض القطنيات من الضروري تستغل بقايا ديال الأزوت اللي كتبقى في الأرض بعد الحصاد. فالكميات اللي كتستعملها القطنيات من الأزوت اللي كينجو التلال اللي في الجذور ديالها ما كتعداش 30%، ولهذا فالكمية اللي كتبقى في الأرض كبيرة، وخاصك تعرف بلي كيتحول واحد الطرف كبير منه بسرعة، ولهذا خاصك تبدأ وتستغلو بزراعة بحال الحبوب الذرة الخضروات إلى آخره. وفي الأخير، أخي الفلاح، أختي الفلاحة، يمكن لكم جعلوا من زراعة القطنيات صديق استراتيجي في الدورة الزراعية باش تحافظوا على خصوبة التربة والتحسين ديالها، وترجعوا لبلادكم بالتكويد والهيئة اللائقة بها، وتردوها تقوم بدور مهم كيساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي تساهموا في تحقيق الأمن الغذائي والقدرة ديال التكيف مع تغيير المناخ والتخفيف من الآثار ديالو. والمزيد من المعلومات ندعوكم إلى زيارة الموقع الإلكتروني www.agripedia.ma. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.